مباشرة ينضم إلينا الآن دكتور سليم بريك، أستاذ العلوم السياسية والمختص في الشأن الإسرائيلي. أهلا بك دكتور. في البداية، كيف ربما يؤثر مسألة أو تؤثر مسألة انقسام القائمة المشتركة على تسلسل الأحداث في الشهر المقبل على الأقل؟ عمليا كل المفاوضات لإقامة من جديد القائمة المشتركة كانت خطأ من الأساس، وفيش لزوم أن نرجع نحل الأخطاء اللي حدثت، ولكن النتيجة كانت هو فعلا خروج التجمع. باعتقادي التجمع كان في عنده أسباب للخروج حتى بظروف أخرى، وعمليا أدخل نفسه لاستراتيجية النفق. يعني في أي حال من الأحوال التجمع سيكون خاسر. أولا واضح أنه لن يجتاز نسبة الحسم، فإذا استمر في الحملة الانتخابية وكحزب منفرد، الشيء الوحيد الذي سيحدث هو حرق أصوات. بس السؤال طبعا كم من الأصوات سيتم حرقها؟ يعني إذا تم حرق 30-40 ألف صوت ما أنا أتوقعه، هذا سيكون هدية كبيرة جدا لبنيامين نتنياهو. ولكن إذا تم حرق أكثر من الأصوات، في أشخاص ستخرج وتصوت بالتجمع لأنه خرج من القائمة المشتركة، فهذا سيؤثر سلبيا على موقف التجمع في قلب المجتمع. نحن أحيانا ما نتعلمش من التاريخ، ولكن في سنوات التسعين، في 92 توجهوا كل مركبات حكومة رابن قبل ما تقام إلى القائمة التقدمية، وطلبوا منهم بكل ما ممكن عدم خوض الانتخابات لأنهم لن يجتازوا نسبة الحسم، واضطروا أن يتوسلوا حتى إليهم أن لا يقوموا بهذا. ومع هذا قامت القائمة التقدمية بالذهاب للانتخابات، وخسرنا مقعدين في الكنيسة كان ممكن أن تساعد في حل القضية الفلسطينية. دعنا نتذكر بأنه كل اتفاقيات أصله مرت على 61، وكان ممكن يكون في عنا في الجسم المانع 7 أعضاء وليس 5 كما كان، وهذا كان سيكون أفضل بكثير للمجتمع العربي. الآن يعود التجمع على نفس الخطأ، ومع الأسف قد يؤدي إلى رجوع بنيامين نتنياهو وبن غفير وكل هؤلاء، وهذا خطر حقيقي، هذا ليس مجرد كلام، هذا خطر حقيقي يواجه المجتمع العربي الآن. نعم، لكن من جانب آخر دكتور بريك، ألا ترى بأن هذا الحدث الذي كان في نهاية الأسبوع أو في يوم الخميس المنصرم أيضا سيلقي بظلاله على التجاذبات في الخارطة السياسية الإسرائيلية؟ يعني إذا ما نظرنا إلى الحملات الانتخابية المتواصلة لأحزاب اليمين وأحزاب المركز، هناك استخدام لشخوص أو رؤوس الأحزاب العربية. على سبيل المثال بنيامين نتنياهو يوجه حملة يستخدم فيها النائب أيمن عودي، ويستخدم فيها دكتور أحمد الطيبي. نعم، يعني ولكن هذا ليس جديد. بي بي او تي بي هذا من سنوات التسعين، انا متذكر هذا الموضوع حتى في 96. يعني عمليا نحن نعرف البروجنوزة واضحة انه اليمين الاسرائيلي هو يتطرف طول الوقت، وهو معادي للجماهير العربية، وهو يهاجم كل القادة العرب، بالاخص بالمناسبة هو يهاجم القادة العرب العمليين الذين يريدون خدمة المجتمع العربي. نحن شايفين مثلا كيف أدار مفاوضات مع منصور عباس، وتقبل خدمات من منصور عباس مثل حل الكنيسة 23 واختيار مراقب الدولة والآخري، والآن هو يهاجم منصور عباس ويهاجم المجتمع العربي. يجب أن نفهم، يعني في مع الأسف الكثيرين يعتقدون بأنه هذه فزاعة وكل هذا الكلام اللي بيسمعه من بعض الصحفيين وبعض من يعتبرون نفسهم محللين سياسيين وإلى آخره. الحقيقة أن هذه ليست فزاعة. صحيح أنه بن غفير لن يقوم غدا بطرد المواطنين العرب من إسرائيل، ولكن من يرى بأنه أكثر من 40% من المواطنين في دولة إسرائيل الآن يوافقون أن يكون بن غفير وزير الأمن الداخلي، هذا أمر خطير جدا، هذا في غاية الخطورة. القضية الثانية، نحن يعني فيش لزوم نرجع للماضي، 12 سنة بنيامين نتنياهو ترك الإجرام يستفحي في المجتمع العربي، يتفشى في المجتمع العربي، لأن استراتيجية اليمين هي أن العرب، الأقلية العربية ستكون خاضعة وستكون منهارة بسبب الإجرام الداخلي، بسبب عصابات الإجرام التي لا أحد يعرف. الآن عندنا إمكانية ولو كانت ضعيفة بمهاجمة ومحاربة هذا الموضوع. هل نريد أن يعود بن غفير؟ بالمناسبة حسب ما احنا بنشوف التوقعات في الاستطلاعات هو سيكون له مقعدين في الكابينت الأمني، هذا ليس شيء بسيط. نحن نرى كل يوم ماذا يحدث مع الفلسطينيين في الضفة الغربية، ماذا يحدث في الشيخ جراح. بن غفير كان عنده مكتب وبعتقد ما زال عنده مكتب في الشيخ جراح يلاحق المواطنين العرب. إذا هل نحن كعرب وظيفتنا أن نخدم
اليمين المتطرف الإسرائيلي بادعاء وكأنه الجميع نفس الشيء. أنا أرفض فكرة. كمان في قضية في ما يسمى الإليتزم في السياسي، يعني وكأنه بعض القادة الأحزاب العرب يعرفون ما مصلحة المواطن أكثر من المواطن نفسه. هذا يتعارض مع الديمقراطية الليبرالية. الديمقراطية الليبرالية تقول بأن الممثلين يجب أن يمثلوا مصالح ورغبات الشعب. فإذا كان 65% من المواطنين في دولة إسرائيل يريدون التأثير، يريدون محاربة الإجرام، يريدون محاربة الفقر، يريدون محاربة كل الأحداث التي تحدث في شرقي القدس وإلى آخره، فيجب علينا فعلا أن ننصاع لهذا ولا أن نتمسك ببعض الشعارات الفارغة التي ممكن أن تكون صحيحة من ناحية المبدأ ولكنها ليست عملية ولن تكون عملية في المستقبل المنظور. طيب أعود خطوة واحدة فقط إلى الوراء فيما يتعلق ببنيامين نتنياهو واليمين الإسرائيلي واستخدامه لشخوص وقيادات في الأحزاب العربية المختلفة خلال حملته الدعائية الانتخابية. مرة بنيامين نتنياهو يعول على تصويت العرب، ومرة لا يعول ويشجع على عدم تصويت العرب بطريقة أو بأخرى. ما المعيار ربما لبنيامين نتنياهو الذي يحدد هذا التذبذب، ما إن كان بحاجة فعلا لتصويت العرب أو ليس بحاجة لهم؟ دعنا نبدأ من الثوابت. بنيامين نتنياهو معادي للعرب وللإسلام. هذا أتى من بيته، من بيت أبوه بن سيون نتنياهو. دعنا نضع هذه النقطة. مهما كان يتحدث عن أبو يائير ويتحدث بشكل إيجابي، يعني نحن نعرف إذا كان الليث يبتسم. هذه القضية الأولى. القضية الثانية أنه هنا في تقسيم أدوار. بما أنه بن كفير هو المتطرف المعادي للعرب الذي يريد المس بالمواطنين العرب سواء كان في الداخل أو في الضفة الغربية والقطاع والقدس، فنتنياهو يسمح لنفسه بأن يلعب دور الإنسان المعتدل لسبب بسيط، لكي لا تخرج الناس للتصويت. أكبر خطر يواجهه نتنياهو هو خروج الناس للتصويت. بالمناسبة للتصويت الأحزاب التي ممكن أن تجتاز نسبة الحسم وليست الأحزاب التي أصواتها ستذهب هباء وترمى. ولذلك نتنياهو يريد، يعني هاي بسموها في الأفغاني استراتيجية الهردمة، هو يريد أن تبقى الناس في البيوت، أن لا تخرج للتصويت. وهذا كان من العبر التي استخلصها في الكنيسة 23. في الكنيسة 23 لما كان عندنا 15 عضو كنيسة، نتنياهو رأى الخطر من ناحيته وقرر استراتيجية تستند على شيئين. الأول هو تفكيك الأقلية العربية والقائمة المشتركة التي كانت 15 عضو كنيسة، والثانية هو عدم التحريض أو عدم الخروج ضد المواطنين العرب كي لا يخرجوا للتصويت. وهذا ما يفعله الآن نتنياهو. فهو يعني استراتيجية ثنائية. الأولى نتنياهو نفسه يظهر نفسه وكأنه رئيس الحكومة للجميع، وهذا طبعا افتراء وكذب. والإمكانية الثانية هي إخراج بن غفير كالمتطرف الذي يلاحق المواطنين العرب ويجند أصوات اليمين. ويجب أن نفهم هذه الاستراتيجية لأنها استراتيجية خطيرة جدا. الأقلية العربية ملاحقة في دولة إسرائيل، ولا يوجد أي دعم حقيقي يحمي الأقلية العربية في الخارج. ولذلك الآن نحن موجودين في معركة، وفي المعركة يجب أن نعمل كما يجب في المعركة، أن نكون واضحين، أن نعرف ما هي الأخطار المحدقة بنا وما هي نقاط القوة الموجودة في يدينا. وأتمنى أن هذا ما سيحدث. طيب دكتور، دعنا نتعمق ربما فيما يتعلق بالمشهد الانتخابي السياسي في المجتمع العربي في الداخل. لا شك بأنه يعني التشاؤم ربما لدى المجتمع العربي، الامتعاض واضح بشكل أو بآخر. لكن السؤال اليوم المطروح، تبقى فقط القليل من الوقت والأحزاب العربية حتى هذه اللحظة لم تبدأ بشكل جدي بحملات وبحملات انتخابية إعلامية وإعلانية. هل يستطيع اليوم الحزب العربي أيا كان فعلا أن يكسب الوقت الضائع ويحدث فرقا في الوقت المتبقي بتقديرك؟ طبعا اولا نحن موجودين فعلا في وضع سيء جدا. يعني القائمه المشتركه خرجت من هذه المفاوضات اللي فعلا كانت طويله جدا وسيئه جدا على طول الطريق ومليئه بالاخطار. ولكن الياس هو ليس خطه عمل، وخصوصا عندما تكون مهاجم وعندما تكون يعني في خطر، فلا يوجد لك هذا اللوكسس ان تكون في حاله من الياس. المواطن العربي في اسرائيل عنده القدره ان يخرج ويصوت. كل صوت يضعه المواطن العربي في الصندوق هو صوت ضد المستوطن في اليمين وضد جماعة بن غفير. هذا الأمر واضح ولا نقاش حوله.
ولذلك باعتقادي في نهايه المطاف علينا ان نتصرف بشكل عقلاني وليس بشكل عاطفي. ربما من ناحيه المشاعر نحن نريد ان نعاقب القائم المشتركي ونريد ان نعاقب القائم الموحد والى اخره، ولكن ماذا نستفيد من هذا؟ ان ندعم اليمين؟ ان ندعم المتطرفين الذين يكرهون؟ يعني خلينا نشوف ماذا. لكن دكتور هذا هو السؤال الذي نطرحه منذ اكثر من اسبوعين، كيف لنا اليوم ربما أن ندفع المواطن العربي إلى صندوق الاقتراع مع كل الأسباب الموجودة والظروف المركبة والمعقدة في المشهد السياسي؟ الحمد لله أنا لست مستشار لأي قائمة، ولكن لو كنت مستشار للقوائم الموحدة والمشتركة أقول واحد شغلتين مهمين جدا يجب القيام بهم فورا. الأول هو تبني استراتيجية كامبين انتخابي إيجابي وليس سلبي، وأنا سعيد بأن القائمة الموحدة تظهر بعض البوادر في هذا الاتجاه. الشيء الثاني وبسرعة يجب التوقيع على فائض الأصوات، لأن توقيع فائض الأصوات له هدفين. الهدف الأول توفير الأصوات وإظهار للمواطن العربي بأن صوته مهم ونحن نحترم هذا التصويت، والقضية الثانية أنه هذا يدعم قوتنا في المستقبل كما حدث في الانتخابات الأخيرة مثلا، أنه ما كانش في اتفاق صفار الأصوات وخسرنا عضو كنيسة كامل اللي كان ممكن يكون في الجانب الصحيح من الحل السياسي. هذول خطوتين اللي يجب القيام بهم فورا وبأسرع وقت ممكن، وكل ما كان الكامبين إيجابي ومشجع كل ما استغلوا الوقت القليل، يعني أكثر من 43 يوم، ولكن ما زال هذا وقت جيد للعمل إذا استطاعوا العمل بسرعة ومن غير أخطاء، أنا أتأمل ذلك، وبشكل مكثف في هذا الاتجاه. العمل الإيجابي كامبين إيجابي سيخرج الناس في نهاية المطاف وسيظهر للناس بأن الأمور هي ليست لوكسوس نحن نستطيع أن نجلس في البيت عندما نرى الأخطار من سموتريتش وبينغفير وكل هذه الجماعات التي تريد التقليص وجودنا على الأرض ووجودنا في الحيز العام. أشكرك جزيل الشكر دكتور سليم بريك، أستاذ العلوم السياسية والمختص في الشؤون الإسرائيلية.